السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة لوسيفر برو. معكم خالد، واليوم سنتحدث عن الإضافة الجديدة للعبة بيوس 2017 أو إضافة وجوه للعبة بيوس 2017. لن نضيف كل الوجوه بطبيعة الحال، بل سنضيف فقط وجوه أو آخر تحديث لوجوه ثلاثي رعب برشلونة المعروف الام اس ان، ميسي ونيمار وسواريز. هذه الإضافة تعطينا آخر تحديث لوجوه هؤلاء النجوم. اول شيء اصدقائي، ولكن لا اطلعكم كثيرا، اول شيء يجب تحميل هذا الملف الذي ساضع لكم رابط تحميله اسفل الفيديو في الديسكربشن. نحمل هذا الملف، هذا هو ملف الاضافه على هذا الشكل، وبعدها نحمل ملف الدي بي فايل، والذي يعتبر اهم شيء لتثبيت الاضافات في بيوس 2017. وكل من يمتلك بيوس 2017 يجب ان يمتلك هذا الملف وهذا البرنامج لتثبيت هذه الاضافه. أول شيء أصدقائي، نقوم بالدخول على مجلد الذي قلت لكم حملوه الذي يحتوي على الإضافة. نقوم بنسخ هذه الإضافة هكذا وننتقل إلى مجلد اللعبة. ننتقل إلى مجلد اللعبة أصدقائي وندخل على ملف الداونلود، وبعدها نقوم بلصق هذا الملف. بعد لصق هذا الملف نغلق هذه النافذة ونتوجه مباشرة إلى برنامج الدي بي فايل. ندخل إلى برنامج الدي بي فايل، كما قلت سأضع لكم رابط تحميله أسفل الفيديو. ننقل على هذه الأيقونة شوت باتش، وبعدها نبحث عن مكان تسريبنا للعبة. ندخل على مجلد اللعبة كما قلت لكم، وبعدها ملف الداونلود ونضغط أوكي. تظهرنا هذه الإضافة بهذا الشكل. نقوم بوضع علامة عليها هكذا، ووضع علامة في هذه الخانة، وبعدها نقوم بالضغط على هذه بجنريت دي بي فايل ليست، وهكذا يقول لنا أننا قد أضفنا الإضافة وتم ذلك بنجاح. بعد إضافة هذه الإضافة أصدقائي، نتوجه إلى اللعبة لتجربة هل اشتغلت معنا هذه الإضافة أم لا. نتوجه إلى ملف اللعبة وندخل على اللعبة، ننتظر إلى أن تظهر اللعبة، وبعدها سنرى إن اشتغلت الإضافة أم لا. بعد أن اشتغلت اللعبة أصدقائي، دعونا نرى هل بالفعل أضيفت الوجوه، وجوه اللاعبين نيمار وميسي وسواريز أم لا. هذا ما سنتأكد منه بعد أن نراجع هذه الوجوه ونرى هل بالفعل أضيفت أم لا، هل تعمل الإضافة أم لا. نتوجه إلى إيديت، وبعدها ندخل إلى قائمة تعديل اللاعبين، ونتوجه إلى فريق برشلونة في الدوري الإسباني بطبيعة الحال. هذا هو فريق برشلونة، ونمر مباشرة إلى ليو ميسي الذي يهمنا حاليا. هذه هي الإضافة أصدقائي، وقد عملت بشكل جيد بدون اي مشاكل، كما تلاحظون قصة جديدة لليو ميسي، وكذلك نيمار اخر قصة دار بها هذا اللاعب، قصة جديدة كذلك لنيمار دا سيلفا اللاعب البرازيلي كما نعرف. وهذه هي الاضافة، قد عملت بشكل جيد، وكذلك مع لويس سواريز نفس الشيء، وجه جديد للويس سواريز، وكذلك قصة جديدة، رغم ان اللاعب لا يغير من قصته كثيرا. هكذا أصدقائي وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم بكل تأكيد. إن أعجبكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك، وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، والضغط على زر سبسكرايب للإشتراك إن كانت هذه أول مشاهدة لك لفيديوهاتنا. وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات لاحقة. أراكم بكل خير.